السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس الصباح، عيدكم مبارك الإخوان والأخوات. اش غادي نقول لكم؟ ندير لكم هذا موضوع جديد اللي هو تتلقى الريش ديال الطير تيطير وطايح في الأرض بحال هكا اللي تشوفوا معنا. وقوات شوية تتلقى بحال هكا طايح في الأرض. تتقول الطويرة التالي مراد ولا شي حاجة. الطويرة ديالك ما مراد ما والو. هاد الفترة تسميتها فترة الغيار، سيبو بيز. هاد الفترة سميتها فترة الغيار اللي الطير ديالو الطير ديالك تيبدل فيه. هي مرحلة طبيعية تيبدل فيها الطير الريش ديالو. دابا الإخوان بقاو معنا، غادي تشوفوا كيفاش غادي تتعامل مع الطير الى كاين في هذه المرحله هذه. يلاه معنا نشوفوا كيفاش غادي تتعامل معاه. يلاه معنا ناخذ التبصير بحال هكا. ناخذ قرعه خضراء، اللفت هذيك، الكرزي خيزوه، تناخدو حكاكة على حسب نتا هاديك لا تلصق في التلاجة. كملت تشاهدوا معنا. كرزي ده عندك الخيار ولا الخس المربى. المربى تكون حسنة من هذا الشيء كامل. هادي تنديرها هي الا مكنتش ندير الخيار ولا الخس. هادو تنفعو في مرحلة الغيار. الريش الجديد تيكون زوين ديال الماء. هو هاد البرا واش تقدر شي حاجة تسكت عليا. من بعد تناخدو بيضة مسلوقة مقشورة، تنقطعها بهاد الطريقة هادي. تنقدموها للطيور بالصحة والراحة. تتكون المذاق ديالها زوين وكلشي فيها زوين. هما بداو تنزلو.
نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذه الطريقه هي احسن طريقه باش انك التطويرات ديالك يكونوا في مستوى جيد ويدوزوا من مرحله الغيار في راحه تامه وما تكونوش امراض وما يكونش عندك بزاف ديال الحوايج، يعني تيوجدوا التطويرات ديالك دغيا ويدوزوا من مرحله الغيار بسرعه كبيره وتيكون عندهم ريش ناصع. وما تنساوش الاخوان لايك 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 بومبي لايك عواشكم مباركة. لأول مرة تشوف هذا المقطع اشترك في القناة كومنتير. تحياتي.